هتكوني عروسة الجنة يا حبيبتي. إشراق رحلت قبل أيام من فرحها، وبدل ما أكتب ميعاد زفتها بكتب لكم ميعاد دفنها. ده اللي كتبته إيناس بلال، أخت الفتاة إشراق اللي فرقت الدنيا قبل أيام من دخولها عش الزوجية. أهلها وصحابها وبلدها في حالة حزن كبيرة بسبب اللي حصل. يا ترى إيه حكاية إشراق بلال اللي رحلت قبل أيام من زفافها؟ وهل فرقت الدنيا لوحدها ولا في حد تاني كان معاها؟ وإزاي فرقت الحياة فجأة كده؟ وإيه اللي كتبته أختها ووجع قلوب الناس عليها والسوشيال ميديا تحولت لدفتر عزا عشانها؟ خليكم معنا في الفيديو ده عشان تعرفوا كل التفاصيل. محدش عارف أقداره، وجايز تبقى مخطط لحاجات كتير ومستني فرحة ربنا يرزقك بيها، لكن اللي ربنا بيكون كاتبه ومقدره حاجة تانية خالص، غير متوقعة نهائي. وده اللي بيخلي الناس تتصدم من الموقف، وبدل ما تلبس سواريه وتفرح تلبس الأسود وتحزن. ده بالظبط اللي حصل مع إشراق بلال اللي الكل بيتمنى لها تكون عروسة في الجنة. في فتاة اسمها إيناس كتبت رسالة نعي لأختها إشراق بلال، وده تسبب في حالة من التعاطف معاها مع موجة من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي. وإشراق عندها 29 سنة من قرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع في محافظة المنوفية، وأختها كانت حزينة وكتبت رسالتها بالدموع وقدرت تثير التعاطف عند الناس كلها اللي مفيش في إيديهم حاجة غير الدعاء ليها، وده بسبب رحيلها قبل أيام من زفافها. وإشراق تبقى من عائلة أبو نيدة في المنوفية، وليها أخت اسمها إيناس ومتجوزة، وأخ اسمه معاذ ومتجوز ومعاه ولد اسمه بلال. جايز تكون إشراق حضرت شقتها وفرشتها، وفاضل إن عريسها يجيب المأذون ويكتب كتابه عليها، والأسرة والأهل يفرحوا بيها بعد ما وصل بيها قطر العمر ل 29 سنة. وأكيد كانت بتعد الأيام على ميعاد الفرح، لكن القدر كان ليه رأي تاني خالص، والناس اتسابقت على مواقع التواصل ينشروا صورتها ومعاها الدعاء والنعي والتمني إن ربنا يرحمها وتكون في مكان أحسن. إيناس أخت إشراق بلال قالت إنها حزينة جداً على رحيل أختها، والسبب إنها رحلت. ومش بس كده، ده بدل ما تكتب للناس ميعاد الفرح وتدعيهم في قاعة كذا يوم كذا عشان يجوا يشاركوهم، قامت كتبت مكان الدفنة عشان الناس تيجي تشاركهم الحزن ويشيعوا أختها لمثواها الأخير. وطلبت إيناس من ربنا يرزقها الصبر على البلاء ده، واتمنت ربنا يرحم أختها، وقالت اللهم لا اعتراض، نور عيني أختي في ذمة الله، عروسة الجنة شهيدة بإذن الله. ربنا يرحمك يا نور عيني يا حبيبتي. مش عارفة أكتب أقول إيه، بس ادعولها بالرحمة والثبات عند السؤال الاختبار صعب. الأكثر حزن بقى هي طريقة الرحيل، علشان إشراق رحلت ومعها اتنين تانين بسبب حادث أليم حصل من كام ساعة على طريق طملاي شبين الكوم، وهم محمد حسن خليفة وأمال حامد، ويبقوا من محافظة المنوفية كلهم لكن من قرى مختلفة، والبلد كانت في حالة حزن وبدأوا يشيعوا الجسامين بعد ما خرجوا من مستشفى القصر في شبين الكوم اللي اتنقلوا ليها بعد الحادث المأساوي اللي حصل. اللي ما كانش مصدق الخبر ده مش بس أختها وأهلها، ده كمان صاحبتها اللي قالت إنهم كانوا بيخططوا لحاجة جديدة مع بعض على مدار السنة اللي جاية كلها، وبتقول إن إشراق كانت طموحة لكن الحياة ما بقتش مضمونة ولو لساعة واحدة، والفقد في الشباب بقى صعب ومش قادرة تفكر في أي حاجة. كمان أختها إيناس كتبت بعد الجنازة إن الكل حضر، بس حالة مامتهم صعبة قوي قوي ومش مصدقة اللي حصل، وبتتمنى ربنا يصبرهم كلهم على اللي حصل. ربنا يصبر أهلها كلهم، ويا ريت تدعو لها كتير بالرحمة.